ده الجزء الثاني من الكلايمت تشينج، هنتكلم على الفيتال ساينس ساينس اوف كلايمت تشينج، العلامات المميزه للكلايمت تشينج. اول حاجه الكربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد برسنتج، احنا بنتكلم على الليتر ميجرمنتس في سبتمبر 2018، يعني من سنه وثلاث شهور كان وست شهور، كان القراءات بتقول 409 بي بي ام، 409 بارت بير مليون، يعني كل ما اجيب مليون جزء من الموليكيول بتاعه الهواء اجد النسبه دي فيها، وده المنصري ميجرمنت افريج من سنه 2006 وصلنا لحد 2018 بنتكلم على 409. ادي لو قارنت بسنوات اقل من كده الاجد ان انا دلوقتي داخل على 400 وحاجة، 409 رقم كبير ريلاتيف للي كان موجود قبل كده. لو الحرارة بتاعت الكرة الارضية اقارنها بسنة 2002 مع ديسمبر سنة 2018، يعني سبتمبر 2002 وديسمبر 2016، هجد هذا التغيير في عدد الموليكيولز بتاعت السي او 2 في الهواء الجوي، اجد زيادة، قربنا نوصل ل 425، واكيد دلوقتي سنة 20 وصلنا لهذا الرقم. الحرارة لما كنا بنقول احنا بنتكلم على الفيتال ساينس ساينس، فالحرارة اللي ارتفعت حوالي 9 من 10 ديجري سنتيجريد. لو بصيت على سنوات من 1880 لحد سنة 2020 احنا بنتكلم على حوالي 9 من 10 درجة رفلي. طبعا ده افريج، يعني في قراءات اعلى وقراءات اوطى، لكن الافريج بتاعنا هو اللي احنا بنتكلم عليه، والداتا دي مصدرها ناسا وجي اي اس اس، اماكن مؤكد قراءاتهم مظبوطة. في سنة 1984 لما قارنا بسنة 2017 اجد هذا التغيير في درجة حرارة الكرة الارضية، which is quite valuable بالفهرنهايت، خد بالك مش بالدجري سلسيوس. طيب الايس الارتيك سي ايس مينيمم تقريبا عندنا كل ديكيت 12.8 من 10 برسنتج بيقل لو قارنا من سنة 1980 الى 2019 تقريبا، بجد هذا التغيير اللي تقريبا 12.8 من 10 برسنتج في الريدكشن بتاع المينيمايزيشن للايس اللي في البحار. هنا بقى حاجه مهمه، لو بصيت على الخريطه الصوره قمر صناعيه سنه 79 وسنه 12 وسنه 18 وقارن نفس المكان بيهم، وممكن بس يكون الارتفاع بتاع القمر الصناعي متغير، هجد انه بالحسابات المساحة قلت قيمة واضحة وقيمة باينة. الايس شيتس تقريبا احنا بنتكلم على ريت اوف تشينج 127 ريدكشن، يعني ده رقم ذو قيمة ان انا عندي الايس شيتس قلت بهذه النسبة، وده رقم كبير مش قليل. طيب السي ليفل قلنا انه تقريبا لو بصيت قريت بسنة 1990 الى 2015 و2016 حتى الان اجد ان تقريبا الريت بتاعنا 3.2 مليمتر بير يير، التوتال حوالي 86 بلس اور ماينس 4 مليمتر بير يير، ده لحد جون 2018. طبعا ده انديكيشن، انا بتكلم على 86 مللي، فده رقم ذو قيمه بمعنى ان انا لو استمريت على كده، طيب الانديكيت اللي جاي واللي بعده واللي بعده هيكون كام؟ طيب السي ليفل لما قارنه بسكيل من 1880 اجد الشكل ده اللي بيقول لي تقريبا احنا بنتكلم على حوالي 250 مللي في من 1880 حتى الان. طيب
ايه الافكت بقى بتاعت الكلايمت تشينج اللي هتحدث لنا من هذا الكلام؟ زي ما كنا قلنا هنتكلم على مور دراوتس، عطش في بعض المناطق، بعض الريجون بشكل طويل، الستورم هتزيد قوتها، عطش لو الدراوت ده كارثه بتؤدي على الحياه وتؤدي للمجاعات وتؤدي لمشاكل كتيره قوي ومختلفه. الافكت اللي هتحصل بالكلايمت تشينج كتيره قوي، والفيوتشر هيحمل معاه كمان كميات من المشاكل كتيره قوي. اقدر الخص الفيوتشر افكت في 7 نقاط. 1 تمبريتشر ويل كونتينيو تو رايز، الحراره ستستمر في الارتفاع. الفروست فري سيزون اند جروينج سيزون ويل بي لانثن، هيطول. يبقى ارتفاع الحراره الفرست فري سيزون هيطول، وتشينج ان بارتيسيبيشن باترن ومور دراوت اند هيت ويفز والهيت الكره الارضيه الارث. هيريكين ويل بيكام سترونجر اند مور انتنسيف، الهيريكينز هتزداد قوتها وهتبقى مور انتنس. سي ليفل ويل كونتينيو تو رايز لحد من 1 إلى 4 أدم لسنه 2100. 2100 دي فضل الله 80 سنه، 4 أدم. يعني دخلنا، كنا بنتكلم على المليمترات، دخلنا بالاقدام اكبر شويتين. واخر حاجه مهمه قوي، الارتيك لايكلي تو بيكم ايس فري، ما يبقاش عندنا ثلج في القطب الجنوبي والشمالي، مما يعني كارثه غير حقيقيه. دول الفيوتشر افكت المتوقعه، وارتفاع درجه الحراره هيبقى وورمر وهيبقى شيء مش متعود عليه. وبعض الناس بتقول بعض المناطق في الكره الارضيه يستحيل ان احنا نعيش فيها. الجزء بتاع الفورست فري سيزون لما يزيد ده معناها هيدي طول لفترات الزراعه، وبالتالي هيبقى شيء مضر على الانتاج الزراعي. البارتيسيبيشن باترن، الافريج وورد بارتيسيبيشن هاز انكريست سينس 1900، بس بعض الاريا هاد جريتر ذان اذر اريا، يعني بعض المناطق ازدادت عن بعض المناطق. البروجيكشن بتاع الفيوتشر اسوأ، شكل اسوأ بكتير. لما اقول بقى مور دراوت اند هيت ويفز، هنا بنتكلم على كوارث تجد مناطق من ناس بتموت من الجوع لانها عايشه على الامطار او عايشه على انهار جفت او قلت قوي، اتغيرت الاستراكشر بتاع الحياه في كثير من مناطق العالم. وممكن بقى نشوف اكستريم هيت دايز، وان داي ايفنت حراره عاليه جدا وما لا تستحملهاش، وبدانا نشوف يبقى مور دراوتس اند مور هيت ويفز. هيريكينز لما تبقى ازيد، ده دخلنا في حاجات ما كناش بنشوفها قبل كده، وخصوصا في نورث اتلانتيك شفنا من سنتين كان هيريكينز تقيله جدا وغير عاديه. ارتفاع النقطه السادسه، يعني ارتفاع الجلوبال سي ليفل بالارقام اللي احنا بنشوفها وهتستمر، ده ممكن يؤدي الى غرق بعض المناطق في العالم ومناطق كتيره، وان شاء الله السيناريو ده ما يحصلش، بس ما احنا بنحذر من خطورته، وانه استمرار اللي احنا بنعمله هيؤدي مع مرور الوقت الى هذا الكلام. طبعا لو انا بصيت على الخريطه دي اللي هي نقطه 7، لما ابص على الرسم اللي بيقول لي انه القطب كان شكله كل ده، دلوقتي بقى الحجم ده في سنه 12، فاحنا بالتالي بنتكلم على تغيير جذري في حياتنا. طيب كيف يمكن ان احنا نعمل ستوب او بريفنشن او وقف او ايقاف وتحذير من هذا الكلام؟ ازاي ما نستمرش على كده؟ هنعمل ايه عشان نعمل
Global Warming Prevention. واحد Renewable Energy، مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. اتنين الووتر والانرجي افيشنسي نرفعها، ما نفقدش، اي نعمل حلول سمارت للانرجي عشان نحتفظ بالطاقة، ونعمل حلول جيدة لان احنا نحتفظ بالمياه يعني وناخد كل قطرة مياه نستفيد منها. طبعا احنا كنا اتكلمنا على الجرين انجينيرينج، وبرضو ده يساعد في هذا الموضوع، يعني ده مع ده الحلول المقترحة لخفض الجلوبال وورمنج او الجلوبال وورمنج بريفنشن. سستينبل ترانسبورتيشن، احنا عايزين نعمل ترانسبورتيشن، بابليك ترانسبورتيشن، يكون الافكت بتاعه او الحرق بتاعه اقل بكتير من المعتاد، علشان يبقى في اقلال لكميه السي او 2 اللي تطلع في الهواء. الرابع حاجه سستينبل انفراستراكشر، عايزين نقلل كميه السي او 2 اللي بتحصل لها ايميشن من كل حاجه، فبالتالي ده نعمل ديزاينز اعلى واكثر كفاءه عشان نحافظ على الانفراستراكشر بتاعنا في اكثر من موقع. طيب احنا هنقف هنا دلوقتي وهنكمل الجزء الثالث بعد شويه. شكرا.